السائل يقول: ما حكم من سب الجن؟ إن كان يعني بهم الشياطين فالأولى أن يقول بسم الله وأن يذكر الله فهو أولى من سبهم، وإلا فهو جائز. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا عثر أحدكم فليقل بسم الله ولا يقول تعس الشيطان، فإنه إذا قال تعس الشيطان تعاض حتى نعم ويقول صرعت بني ابن آدم بقوتي، ولكن إذا قال بسم الله تصاب. فماذا؟ فالأذكار هي والعمل، الأذكار والعمل وقراءة القرآن والاستقامة، هذه هي أولى، والله المستعان.